متقاعد ما عنده طلاب ما عنده كلية. أنا نفسي أتحدث عن نفسي نيابة عن المتقاعدين، عندي 2 طلاب إعدادية وعندي طالب كلية، منين نجيب لهم المصرف؟ شنو الإمكانية؟ لأنه تالي عمرنا ضباط الجيش السابق ومنتسبين وموظفين، يعني تالي عمرنا خلونا بهالوضعية هذه التعبانة. فمناشدة أيضا لإخوتنا البرلمانيين أنه ما يمررون الموازنة إلا بعد زيادة رواتب المتقاعدين، وهذه مطلب قانوني أيضا صدر بال 2014، مواد قانونية مفعلة غير مفعلة نريد تفعيلها ونريد تنفيذها، حق مشروع. الشغلة الأخرى إخوان المتقاعدين اللي أحب أنوه عنها، أنه من يصير زيادة موضوع زيادة راح يسأل الشخص المعني يقول يا مش قد عدد المتقاعدين، راح يقول له 4 ملايين، يعني حتى إذا على 1000 هم حسبها 4 ملايين، راح يتعذر موازنة ماكو فلوس ماكو. فنشرت البارحة منشور أنه قلت يا هيئة التقاعد مقترح أنه الشهداء والمسجونين السياسيين وضحايا الإرهاب وغيرهم من الفئات، ما دام عندهم مؤسسات اذا كل مؤسسه عليها بمعيتها تنقلون اضابيرهم، احنا ما داعينا نمس حقوقهم، لا والله بالعافيه على حقوقهم. وشنو احنا حتى نمس حقوقهم؟ بعض التعليقات الغير لائقه انه شلون نجيب ان حقوق ابو امير، نعم ان الحقوق مالتنا المتقاعد خلي يفهمون القانون مالته شنو. نعم انا طيله فتره 20 سنه و30 سنه و40 سنه الدوله تستقطع من راتب، الدولة تستقطع من رواتب، احنا من نطلب الزيادة ما نطلبها منه ولا نطلبها هذا قانوني. نعم. فلوسي انا استقطعتها من عندي طيلة 20 و30 و40 سنة وضعتها في هيئة التقاعد من رواتب استقطعتها، هاي الفلوس ما استثمرتها. احنا بلقائنا الاخير مع رئيس هيئة التقاعد نبهنا على شيء هذا ونوهنا لهذه الامور، للمتقاعدين عقارات لا تابع لهيئه التقاعد وشركات استثماريه، هاي تعمل وفق قانون، القانون مالي، الماليه مالتنا مال المتقاعدين، هسه حاطها بصندوق، حاطها بفاترينه، حاطها بكيس، ما نعرف، احنا المتقاعدين استثمرت فلوسهم. من هاي الفلوس احنا نريد زياده رواتبنا، انت لا تحسب وياي مؤسسه الشهداء. نعم الشهيد على عيني وراسي إلى عيوننا، الشهيد من راح نطيع عيوننا، لكن أنت مثلا تشمل مؤسسة السجناء السياسيين، تشمل جماعة رفع وياي، تشمل البرلمانيين وياي، يعني حتى راوينا كتاب مال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من طلع محاولي له نهاية خدمة كذا 1,000,000 دينار، مليار وربع هو وحكومته، هاي تنوخذ من عندي، هاي ما تنحسب علي. الرجل متفهم، رئيس الهيئة متفهم، هاي الأمور كلها عرفها ويعرف بيها وراح يعمل عليها، لكن احنا اللي نريده عممن فلوسنا اللي استثمرتوها من ذاك اليوم لهاليوم زيادة رواتب المتقاعدين اللي يبلغ عددهم حقيقة يبلغ عددهم يمكن 1,800,000 متقاعد، هذا اللي تنحسب، انت لا تحسب مثل ما تفضلت يعني حسبوا لي 4 ملايين متقاعد، هذا الامر نعم نعم يكون الميزانيه يصير ثقل على الميزانيه، نعم احنا وياك، لكن انت تعال المتقاعد الاصلي، المتقاعد الاصلي موجوده اضابيره في هيئه التقاعد، هيئه التقاعد تجلس مع وزاره الماليه تدرس زياده رواتب المتقاعدين وفق هيش نمط، لا تفسرها بغير تفسير. حتى ننطيب بعد ملاحظة أخيرة، يعني اللي يعقبوا على منشوري هذا اللي تفضل السيد أبو نور الأخ أبو نور أنه كل مؤسسة مؤسستها مو تعدى على حقوقهم، لا لا والله كل من حقه وكل من استحقاقه، وطبعا أكو صارت مزايدات على حساب الشهداء وعلى حساب، يا أخوان قلت لكم أنا والدي سجين سياسي واحد أفراد أسرتي شهيد، فشون أزايد على أهل وناسي وعلى شعب وطني؟ لكن كمصلحة عامة تخف الزحام من التقاعد، تخف الأعداد، التخصيصات المالية اللي خصصوها للتقاعد مبينة واضحة، واللي خصصوها للشهداء وضحايا الإرهاب ورفحة أيضا واضحة، كل من مؤسسته، هذا اللي صار. فدعوة أخيرة لكم أيها المتقاعدون الكرام
فرصة أخيرة هذه، اطلعوا يوم المظاهرة يوم 7. العنوان كما ذكروا الأخوة الكرام أمام مركز شرطة الصالحية الساعة 9 يوم 3، وندعو ونحذر قوات الشغب، احنا سلميين، الاعتداء على الشيب المبارك، وإلا يعني تصرف المرة مضت جاوزناها وسكتنا، تحضرها قنوات فضائية، يحضرها نواب مساندين إنه كما وعدونا، يحضرها ناشطين، وإن شاء الله بيكم البركة والله يوفقكم، والسلام عليكم. الله هذا كلامي مال باصلو، هذا راح نترفع عن سؤال سبور سؤال انه هاي المتقاعدين خارج العراق وداخل الدول العربية ودول الأوروبية، هل معاملتهم نفس معاملتهم لو لهم مكانتهم الإنسانية وحضورهم، وخاصة أن أغلب المتقاعدين ربما أما كل مريض وأما كل مجروح وأما يعني هو فقرات بالوضع مالهم شان. فأنا أيضا أتذكرت في فقرة أنه المتقاعدين لأسباب صحية اللي انحالوا على التقاعد لأسباب صحية عن طريق لجنة الشرحبيل، هؤلاء المتقاعدين ما يعني ما اجوا اخذوا اجراءات طويلة، رأسا من اللجنة مال شرحبيل الى دارة التجنيد والى التقاعد، فايضا ذول يعني انظلموا لانهم لحد الان من ذيك الفترة لهاي الفترة هم يصرفون على انفسهم بالعلاج ويراجعون اطباء والصيدليات والمتقاعدين. احنا نطالب وبشده مساواتنا ايضا بالمتقاعدين، ما نقول الدول الاوروبيه وانما الدول المجاوره لنا، ده يهتمون بالمتقاعدين وعندهم رعايه خاصه لانهم ناس كبار السن. اربيل وجماعه اربيل ايضا احسن من عندنا، لانه ليش؟ لانه راعينهم ومعطينهم حقوقهم كامله، فهذول هم حتى اذا نطالبهم للتظاهره هم ما يطلعون. منين يصرفون؟ ايضا يصرفون من مؤسسه هي التقاعد. فاريد اشوف انه حتى درجات ما خالينهم بالراتب لربما اسباب الصحيه، لانه طلعوا في زمن بريمن بعد ان طلبوا ان يخلص الجيش العراقي الى 3 ليالي. فرأساً هو اتجه إلى الأسباب الصحية والناس العاجزين، يعني حتى كانت عنده رحمة لأنه ما خلاها مستمرين بالجيش ويخدمون خدمة أكثر بعد. وشكراً جزيلاً، رحمة الله.